كانت رشيدة منهارة، قدرها أن تصير أرملة وهي في ربيعها 25. الذي كان يؤلمها أكثر أن عائلة زوجها سرعان ما تركتها تحصي عدتها وحيدة في شقتها. لاحظت أن شقيق زوجها صار يؤثر على والدته ويدفعها إلى اتخاذ موقف يميل إلى العداء. كانت امرأة مكلومة، رشيدة تعي ذلك تماما. ولقد ازدادت عدوانية رابح لما علم أن ورشة صباغة السيارات التي كان يحلم أن تؤول إليها إنما هي في ملك رشيدة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادر. رابح الخاسر الأكبر. كانت قد مرت 10 أيام على تلك الوفاة المفاجئة لعبد العزيز الخمار لما أحضر شقيقه رابح عدلين لإحصاء ما خلف من تركات. لم تمانع أرملته، ولكنها رأت أن عائلة زوجها الهالك تبدو مستعجلة تصفية الإرث. جلس العدلان في قاعة الضيوف، تم سرد كل ما تركه المرحوم عبد العزيز من أثاث ومال ومتاع. لن تكون القسمة معقدة، فهو لم يخلف ولدا ولا بنتا. كانت رشيدة منهارة، قدرها أن تصير أرملة وهي في ربيعها 25. لم تستوعب بالكامل بعد أن ذاك الذي أحبته وأحبها قد رحل إلى الأبد. كان شابا في 30، أحيانا تتوهم أنه آت وأنه سيدخل ويثبت لها أن الذي تعيشه ليس سوى كابوس، وأنه لم يمت ولن يموت. تمضي بها توهماتها بعيدا، تستعيد وعيها، تحوقل وتستغفر الله. الذي كان يؤلمها أكثر أن عائلة زوجها سرعان ما تركتها تحصي عدتها وحيدة في شقتها. من حين لآخر كانت تأتي والدتها أو شقيقتها أو صديقة قديمة علمت متأخرة وجاءت تعزيها وتواسيها. في لباس الحداد الأبيض كانت تبدو مختلفة عما كانت، وبالرغم من أنها تتكلف الابتسامة في وجه المتطلعين إليها فإنها لم تكن تقدر على إخفاء ذلك الحزن الكبير الذي أصابها. كان عبد العزيز الخمار وكيل أعمال شركة كبرى لصناعة السيارات، كان يحقق دخلا شهريا محترما مكنه في العام 2006 وهو في 25 من العمر من أن يفتح ورشة لصباغة السيارات في الدار البيضاء. كان يعمل بشكل شبه تام مع الشركة التي هو وكيلها. في تلك السنة التي افتتح فيها ورشته كان قد تزوج من رشيدة البومالي، تلك التي أحبها منذ التقاها لما كانا يدرسان معا في الثانوية. درس العلوم الاقتصادية وقد عملت هي في شركة للتأمين. ولكي لا يثير أي شبهة فقد سجل ورشة الصباغة في اسم زوجته رشيدة. كان يرى أن الأسلم ألا تكون الورشة في اسمه، وقد كانت مصدر دخل هام ساهمت في تحقيقه رشيدة من موقعها كمسؤولة في شركة التأمين. كانت من باب النصح حينا ومن باب استغلال النفوذ أحيانا أخرى توجه زبائن الشركة التي تعمل معها إلى ورشة زوجها التي هي قانونيا ورشتها حين تتعرض سياراتهم لخسائر وتتطلب إصلاحات. كذلك استطاع عبد العزيز وزوجته تكوين ثروة مهمة في زمن قياسي. استأنفت رشيدة عملها بعد مرور 15 يوما على رحيل عبد العزيز. كانت تتناهى إلى علمها أقوال وتلميحات من قبيل اغتصبت حياته ومن قبيل سحرت له، كلام فيه الكثير من الإذاية. وقد اختارت أن تحترم حدادها وروح الحبيب الذي مات وتتجرع مرارة ما تسمع في صمت. قررت أن لا ترد.
في العمل كانت تجد تسلية، ولكنها ما أن تعود إلى البيت حتى تعاودها هواجسها ومخاوفها وآلامها. كانت أربعينية عبد العزيز تقترب، بدأت تحس بأعراض تشبه أعراض الحمل، لم تكن متيقنة، ولما أبطأت عليها الدورة مضت تستشير طبيبا وجاءت التحاليل بالخبر اليقين، هي حامل. يوم علمت بكت، بكت كما لم تبكي من قبل. بالنسبة لرابح فإن الحمل جاء ليربك الحسابات، على الورثة أن ينتظروا ليعلموا جنس الوريث القادم، ذاك الذي سيحسم في القسمة. ولكن رابح لم يكن يظهر كبير اهتمام بسبب الوفاة المفاجئة لشقيقه، كان يعيد ويكرر ذاك قدر الله وقضاؤه، وإن الإنسان لما يحين أجله يرحل إلى دار البقاء. كان الشقيق الوحيد للراحل عبد العزيز، ولم يكن يشبهه في سلوكه، كان قد راكم الفشلة والفشل، ولما انقطع عن الدراسة لاحظ عبد العزيز أن شقيقه صار يميل إلى الانحراف، ولعل تدخله هو الذي جعله يعيش صحوة عقدية دينية، هو الذي لم يكن للدين في حياته حضور كبير. ساعده على الانخراط في تجارة الخضر والفواكه، اكترى له دكانا لا يبعد كثيرا عن منزل العائلة. لاحظت رشيدة أن شقيق زوجها صار يؤثر على والدته ويدفعها إلى اتخاذ موقف يميل إلى العداء. كانت امرأة مكلومة، رشيدة تعي ذلك تماما، ولقد ازدادت عدوانية رابح لما علم أن ورشة صباغة السيارات التي كان يحلم أن تؤول إليها إنما هي في ملك رشيدة. صحيح أنه لم يخسر كل شيء، فربما كان له نصيب في المال، وربما عاد إليه شيء مما خلف المرحوم، غير أنه كان يراهن على ورشة صباغة السيارات. لمح متهما إلى أن الأوراق التي تتوافر عليها الأرملة إنما هي وثائق زائفة. أحست بأن الطمع يعمي بصيرته، وردت يوما بأن رابح صار مصدر تهديد لها وللذي في بطنها. أحست وكأنه يود لو لا يولد ذلك الوارث الجديد. كانت الأيام تمر رتيبة فارغة كما كانت تقول. ثم ذات مساء جاءها وحيدا إلى بيتها، قال لها إنه يريد أن يرى الأوراق التي تثبت ملكيتها لورشة صباغة السيارات، وقد ردت عليه أنها لدى المحامي الذي سيتولى تمثيلها وتمثيل الذي في بطنها حين يحين أوان القسمة. لم يستسغ أن تكون المرأة قد تصرفت من تلقاء نفسها ودون الرجوع إليه. يومها أبلغته بأنه لم يعد بالنسبة إليها سوى رجل كان شقيقا لزوجها المتوفى. نظر إليها وقال: سوف لن أنتظر الآتي. حسبت كلامه تهديدا جديدا، طلبت منه ألا يعاود المجيء. في الأيام التي تلت أحست أنه يراقبها. صار حملها ظاهرا الآن، الذي سيولد لن يعرف أباه، ستحكي له عنه قصصا وبطولات إلى أن يكبر. الفحص بالرنين المغناطيسي رجح أن المولود الذي تنتظره رشيدة سيكون ذكرا. لم تعلم كيف تسرب الخبر إلى رابح، اسود وجهه. كانت تلك بالنسبة لرشيدة لحظة انذار، الرجل قد يجن. أن يولد لشقيقه مولود ذكر يعني أنه لن يناله شيء مما ترك. كانت تفضي بأسرارها إلى أمها، وقد نصحتها بالابتعاد عن رابح، وهكذا قررت الرحيل عن الدار البيضاء. كان لشركة التأمين التي تعمل بها فرع في مكناس، طلبت نقلها إلى ذلك الفرع، ثم في مكناس لن تعاني الوحدة، هناك منزل خالها. اختفت رشيدة، لم يعد يرها. حام حول منزل والدتها وحول مقر شركة التأمين حيث كانت تعمل، ولكنها لم تظهر. في الشركة قالوا له إنها انقطعت فجأة عن العمل. لم يكن يجرؤ على السؤال عنها في منزل والدتها، كان يعلم أن للشركة فرعا كبيرا في الرباط. لم يتردد ومضى يسأل عنها هناك، لم يتلقى ردا يشفي غليله، وعاد خائبا. على مدى 4 أشهر ظل يبحث عنها،
انتقلت والدتها إلى مكناس لتكون معها لما تأتي ساعة الوضع. ولما جاءها المخاض توجهت إلى مصحة للولادة وسط المدينة. تم الوضع بشكل طبيعي وبلا أي تعقيدات. ولدته ذكرا، ومنذ النظرة الأولى إليه نادته عبد العزيز. قالت لأمها: عبد العزيز لم يمت. كان عليها أن تعود إلى الدار البيضاء لإقامة حفل العقيقة. رتبت كل شيء لتغادر المصحة في الصباح، وبينما كانت في مكتب الاستقبال تنتظر إتمام الإجراءات باغتها رابح بحضوره في المصحة. كانت تحمل وليدها. دون تمهيد تقدم وأراد أن يقبله. حالت بينها وبينه: دعيني أراه. لم ترد عليه، انصرف. في اليوم نفسه أخذت وجهة الدار البيضاء. كان ابن خال لها يسوق سيارتها. لما اقتربوا من الخميسات شاهدت رابح يتجاوزهم. توقف في محطة الاستراحة. بعد ربع ساعة توقفوا بها. كانت تجلس في الكرسي الخلفي للسيارة وهي تحمل وليدها في حضنها. لما فاجأها مرة أخرى اقترب من نافذتها وقال لها: ستدفعين الثمن. قالها ثم مضى. صارت رشيدة ترى فيه مصدر تهديد حقيقي، ليس لها فحسب بل لوليدها عبد العزيز. بعد استراحة قصيرة استأنفوا الرحلة. كانت والدتها تهدئها إذ كانت تحس بقلق شديد. لما لحق بهم في المرة الثالثة وكانوا قد اقتربوا من الرباط تجاوزهم، ثم فجأة أبطأ السير. اضطر ابن خال رشيدة إلى الضغط بقوة على الفرامل. استدارت السيارة في مكانها ثم انقلبت. دارت على نفسها 3 أو 4 مرات قبل أن تستقر في منحدر على جانب الطريق. بعدها لا تذكر سوى وجودها في المستشفى. كان أول سؤالها عن عبد العزيز الصغير. جاءوا به، لم يمسسه سوء. أصيبت هي وأمها بكدمات في أنحاء مختلفة من جسمهما، ولكنها لم تكن ذات خطورة، بينما أصيب ابن خالها بكسر في ذراعه. في أقوالهم التي أدرجت في محضر الدرك الملكي إجماع على أن رابح هو الذي تعمد التسبب في تلك الحادثة. صار مبحوثا عنه. بعد 3 أيام عثر عليه وقد شنق نفسه داخل دكانه. في ورقة عثر عليها بجانبه كتب أنه لن يطيق العيش بعد أن خسر معركته مع رشيدة. هاربون مع عبد الصادق بن عيسى يأتيكم من 2 إلى 5 على 1 بعد الزوال، مع الإعادة بعد نشرة 10 مساءً.